تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا لاحظنا منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع تذبذبات طفيفة في مؤشر الدولار بين الارتفاع والانخفاض، لكنه يبقى محافظا على أعلى المستويات المسجلة. إذا هل تتوقعين استمرار هذه الحالة حتى نهاية التعاملات؟ وماذا عن توقعات الفيدرال الأمريكي لأداء الفائدة؟ صباح الخير. طبعا الدولار الامريكي بيشهد بعض الاستقرار او التذبذب خلال تداولات الاسبوع، يعني بالرغم من تلك الحركه العرضيه التي يشهدها الدولار الامريكي الا انه تعتبر حركه تصحيحيه طبيعيه مع استمرار ارتفاعات الدولار الامريكي منذ بدايه العام بقوه، وبالتالي نحن الان امام حركه تصحيحيه قد تدعم نوعا ما تعافي بعض العملات او استقرار بعض العملات مقارنة مع أخرى، ولكن بوجه عام لا يزال الدولار الأمريكي مرتفع بقوة وبالرغم من تلك التصحيحات الحالية التي يشهدها مؤشر الدولار، ولكن الاتجاه العام لا يزال الاتجاه صاعد مع استمرار رفع الفائدة الأمريكية واستمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التجديد النقدي. نحن الآن ننتظر بعد أسبوعين تقريبا قرار رفع فائدة جديد للفيدرالي الأمريكي في بداية نوفمبر المقبل. أغلب التوقعات الآن أو أصبحت الأسواق شبه متصاعد رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم، طبعا في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم. نعم. فبالرغم من أن التضخم نوعا ما استقر يعني بالقرب من أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي مع تباطؤ وتيرة نموه، ولكن لا يزال كما أشرت أنه مستقر عند أعلى مستوياته، الأمر الذي يدعم استمرار يعني رفع الفائدة الأمريكية، وبالأخص مع أغلب تصحيحات أعضاء البنوك المركزية وأعضاء الفيدرالي أنه قد يتخلى عن البنك عن وتيرة يعني التعافي الاقتصادي في سبيل السيطرة على ارتفاع الأسعار، وبالتالي مع ارتفاع عوائد السندات طبعا الأمريكية هذا الأمر دعم استمرار ارتفاع الدولار، ومن المرجح أن تلك السياسة قد تدعم استمرار ارتفاع العملة على الأقل حتى نهاية العام الحالي. نعم أماني، يعني هل هذه الظروف المعطيات المتوفرة في الولايات المتحدة يمكن إسقاطها على بريطانيا تحديدا بعد صدور يعني أرقام التضخم في المنطقة البريطانية والوصول إلى أعلى المستويات تقريبا منذ 40 عاما؟ إذا يعني هل نتوقع قرارات مرتقبة ببنك إنجلترا تحديدا فيما يتعلق بشراء السندات، وأيضا إيقاف يعني السياسة المالية التي كانت ستتبعها يعني الوزارة المالية في بريطانيا؟ كيف ستؤثر جميع تلك المعطيات على أداء الجنيه الاسترليني؟ شهد الجنيه الاسترليني تراجعات قوية خلال تداولات اليوم طبعا بعد صدور بيانات التضخم التي أثبتت يعني فشل سياسة بنك إنجلترا حتى وقتنا هذا. فبنك إنجلترا بالرغم من أنه كان من أولى البنوك المركزية التي رفعت الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ولكن يبدو أن هذا يعني دون جدوى، حيث وجدنا أن تلك البيانات أظهرت أن التضخم في بريطانيا استقر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 40 عاما، وبالتحديد منذ عام 1980. الآن معدلات التضخم تستقر بالقرب من مستويات 10.1%، وحتى الآن كما أشرت يفشل البنك إنجلترا في السيطرة على ارتفاع الأسعار. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن طبعا يعني بالرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني عقب سحب الحكومة خططها لخفض الضرائب، ولكن طبعا يعني الوضع الآن يتسبب في زيادة الضغوطات طبعا على الجنيه الاسترليني وعلى بنك إنجلترا. فيعني بالرغم من ارتفاعات الأسعار بوتيرة قوية إلا أن تفاصيل البيانات اليوم أكدت على استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، أحد أهم المشاكل التي تعاني منها إنجلترا طبعا بسبب التوترات الجيوسياسية والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. فحتى لو بنك إنجلترا يعني استمر في رفع الفائدة، ولكن سيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على الاقتصاد مع انكماش أغلب القطاعات الرئيسية في بريطانيا. وبالتالي نحن الآن أمام في بالنسبة للوضع البريطاني توترات الجيوسياسية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الطاقة، وما بين انكماش القطاعات الرئيسية وتباطؤ النمو الاقتصادي. نعم. ويعني مخاوف انزلاق الاقتصاد البريطاني لأكبر يعني سلسلة ركود عانى منها، وبالتحديد مع يعني ابتعاده أو خروجه من الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني أمان لابد من الحديث عن التراجعات الحاصلة أيضا بالين الياباني، إذا ضغوط كبيرة يشهدها الين بعد أن كان من الملاذات الآمنة، ويعني ومؤشر الدولار وارتفاع يصعب الأمور على أداء الين الياباني، هل فعلا يعني من نواحي وطوق نجاة للين في ظل هذه الظروف الموجودة في الأسواق؟
يعني بالرغم من محاولات تدخل الحكومة أكثر من مرة للسيطرة على تراجعات وانهيارات الين الياباني، كان آخرها تصريحات وزير المالية الياباني بالأمس حينما أكد على استعداد الحكومة للتدخل من جديد في السيطرة على الأسعار، إلا أن يعني الين الياباني عاد يتراجع من جديد الآن، وصل لمستويات قياسية جديدة لم يشهدها منذ 1990. طبعا مع استمرار الضغوطات على الين الياباني، استمرار الفائدة السلبية التي تضغط طبعا على أداء العملة، يعني معدلات التضخم في اليابان لا تستدعي تسريع وتيرة التجديد النقدي وتغيير بنك اليابان سياسته النقدية على غرار يعني أغلب البنوك المركزية الأخرى. وفي نفس الوقت يعني اتساع فوارق عوائد السندات ما بين اليابانية والأمريكية تدعم طبعا ارتفاع الدولار الأمريكي، استمرار رفع الفائدة الأمريكية يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. وبالتالي إذا لم يبدأ البنك الياباني ويغير سياسته النقدية على الرغم من تداعيات هذا الأمر طبعا على وتيرة التعافي الاقتصادي، ولكن هذا يعني إذا لم يتدخل فسيكون هذا ضاغط أكثر على الين الياباني، وقد نرى الين الياباني لمستويات أو أعلى من مستويات 150 ين لكل دولار الفترة المقبلة. نعم، يعني أماني الرشيد محلل أول أسواق المالية من إكويتي جروب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.